اليوم لنا شرف بزيارة وفد من بلديات الموصل إلى قضاء سنجار برئاسة المهندس عطلة معاون مع بلديات الموصل، حيث قبل عدة أشهر زارنا الأستاذ عبد القادر زيارة خاصة إلى قضاء سنجار ووعدنا خيرا بتوفير خدمات إلى قضاء سنجار. فاليوم هم أتوا إلى قضاء سنجار ووعدنا بتقديم الخدمات عدة مشاريع، تم موافقة 5 مشاريع إلى قضاء سنجار، منها البوابات الدخول والخروج أي البوابة الشرقية والبوابة الغربية لقضاء سنجار، وتأهيل الأرصفة، وثم الموافقة على إنجاز أو ربط عدة مزارات، 3 مزارات للمكون الإيزيدي بين المزارات والطريق العام اللي يربط بين سنجار وإلى أم الذيبان. بتوجيه من السيد عبد القادر الدخيل مدير بلديات نينوى، قمنا اليوم بزيارة قضاء سنجار للوقوف على حالة الخدمات المقدمة من قبل مديرية بلدية سنجار، وهنالك عدد من المشاريع الاستراتيجية في قضاء سنجار عن طريق دعم الاستقرار من مجلس الوزراء، وتقوم بتنفيذها قسم المشاريع في بلديات نينوى بالتعاون مع مديرية بلدية سنجار. عدد المشاريع المنفذة من قبل بلديات 5 مشاريع، بوابات عدد 2، بوابة الشرقية وبوابة الغربية لمدينة سنجار، وطرق للمزارات اليزيدية، عدد المزارات 3 مزارات وبطول 22 كيلومتر. كما تقوم مديرية بلديات نينوى بترميم بناية نفوس سنجار وكذلك محكمة سنجار، وعدد من المشاريع تأهيل عدد من الطرق الداخلية في قضاء سنجار. وكان في استقبالنا السيد قائم مقام سنجار ومدير بلدية سنجار، وكما نقدم الشكر الجزيل لكل من استقبلنا في قضاء سنجار. اليوم تشرفنا بزيارة وفد فني من مديرية بلديات نينوى بخصوص الاطلاع على سير العمل في بلدية سنجار والاطلاع على المشاريع التي راح تتنفذ في سنجار، هي مشاريع عدد 5، ونشكر الوفد على تحملهم متاعب الطريق وزيارة الموقع، إن شاء الله بداية خير ببداية إعمار سنجار.